أكيد أن الأيام المقبلة ستشكل امتحانا حقيقيا لهذه الحكومة. العديد من المواد الأساسية ارتفعت أسعارها بشكل مضاعف. الجفاف أصبح يهدد الفلاحين ويهدد الكسابة ويهدد شرع واسع من المجتمع وبشكل غير مسبوق. العديد من الوزراء لادوا بالصمت. هناك غضب اجتماعي واحتقان اجتماعي كبير ينتظر هذه الحكومة. الحكومة اليوم ستجد نفسها أمام امتحان حقيقي، امتحان لبرامجها ولشعاراتها التي رفعتها خلال الحملة الانتخابية وخلال التصريح الحكومي، بحيث أنها قدمت العديد من الوعود للمغاربة خاصة في الشق الاجتماعي والاقتصادي. ولذلك اليوم سنرى أن هذه الحكومة ستخضع لامتحان حقيقي سيحدد مصيرها لا شك، بحيث اليوم تابعنا كيف أن العديد من المواد الأساسية ارتفعت أسعارها بشكل مضاعف وبشكل غير مسبوق. هذه الأسعار التي أثقلت كاهل المواطنين، خاصة إذا استحضرنا أن هناك تداعيات أخرى تسببت فيها أزمة كورونا وجائحة كورونا وكذلك الجفاف، بحيث أن العديد من شرائح المجتمع تضررت من جراء الجفاف ومن جراء جائحة كورونا. ويكفي أن نذكر هنا التداعيات السلبية لكورونا على القطاع السياحي وعلى الصناعة التقليدية وعلى العديد من الأجراء والعديد من المقاولات أيضا، وكذلك تداعيات الجفاف على الفلاحين، بحيث أن الجفاف أصبح يهدد الفلاحين ويهدد الكسابة ويهدد شرع واسع من المجتمع، بحيث أن هناك مناطق في حاجة اليوم إلى الماء الصالح للشرب. وإذا وسط كل هذه الظرفية المعقدة اقتصاديا واجتماعيا، نجد أن الحكومة لا تتوفر على جرأة وعلى شجاعة وعلى مخاطب من أجل التواصل مع المجتمع، بحيث أن العديد من الوزراء لادوا بالصمت، مع العلم أن الظرفية الاقتصادية والاجتماعية هي صعبة جدا وتطلب تواصلا مع المجتمع لتوضيح وشرح أسباب هذه الأزمة وأيضا طرح البدائل، وهذا هو المهم والذي ينتظره المجتمع، هو طرح بدائل للخروج من هذه الأزمة الخانقة اقتصاديا واجتماعيا. لكن للأسف بعض الوزراء لادوا للصمت وظلوا حبيسي مكاتبهم، لكون العديد من هؤلاء الوزراء لا يتوفروا على الكاريزما وعلى الشخصية المطلوبة من أجل تقلد مثل هذه المسؤوليات العمومية الحساسة. إذن هذه الظرفية أيضا ستشكل اختبار لمفهوم الدولة الاجتماعية الذي تبنته هذه الحكومة، بحيث أنه وعدت المغاربة بالرفاهية ووعدت المغاربة بالعديد من الأشياء. أكيد أن الأيام المقبلة ستشكل امتحانا حقيقيا لهذه الحكومة. وإذا لم تتجاوب الحكومة مع مطالب المجتمع في رفع الحد الأدنى من الأجور وفي تخفيض الأسعار وضبط السوق والمنافسة وكذلك مكافحة الفساد والرشوة والريع وربط المسؤولية بالمحاسبة، إذا الحكومة لم تلتفت إلى هذه القضايا الرئيسية، فأكيد أن هناك غضب اجتماعي واحتقان اجتماعي كبير ينتظر هذه الحكومة، وأكيد أن هذا الغضب الاجتماعي سيحدد مصيرها لا شك.
اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.